الشهيد عمر المختار يعتبر من أشهر المجاهدين في التاريخ العربي والإسلامي، وعمر المختار كانوا بيلقبوه بأسد الصحراء، واللقب ده حقيقي فعلا مش مجرد اسم. وقصة اللقب ده إن في يوم من الأيام عمر المختار كان رايح السودان وكان معاه مجموعة من الناس، وهم ماشيين في طريقهم لقوا أسد، وفي واحد اقترح إنهم يقدموا للأسد جمل من الجمال كفدية عشان يتقوا شره، لكن عمر المختار رفض كلام الراجل ده وقال له إحنا بنرفض إن القوي يفرض إتاوة على الضعيف، إزاي بقى إحنا ندي إتاوة الحيوان؟ احنا لو عملنا كده والله هتبقى علامة ذل لينا. وعمر المختار قال لهم احنا كل اللي هنعمله هنمشي في طريقنا عادي، ولو الاسد هجم علينا هنقتله. وعمر المختار والناس اللي معاه مشوا في طريقهم، وفعلا الاسد هجم عليهم، فعمر المختار بكل شجاعة دخل على الاسد وقتله، وبعد كده سلخ جلده وعلقه عشان اي قافلة معدية تشوفه، ومن اللحظة دي اتسمى عمر المختار اسد الصحراء. ومن اشهر مقولات عمر المختار: نحن لن نستسلم، ننتصر او نموت، ولا تظن أن